الرئيس بايدن سيصغي إلى مطالب إسرائيل العسكرية للدفاع عن شعبها، ونحن سنواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات، كما سيؤكد الرئيس بايدن رسالتنا الواضحة إلى أي جهة فاعلة سواء كانت دولة أو لا من محاولة استغلال هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل. لا تفعلوا ذلك، وعليه قمنا بنشر حاملتين للطائرات ومعدات عسكرية في المنطقة. كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل سيتم الاتفاق على آلية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تفيد حماس. الرئيس بايدن سيسمع من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تفيد حماس. ولتحقيق هذه الغاية اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبناء على طلبنا على وضع خطة من شأنها أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية من الدول المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف إلى المدنيين في غزة وحدهم وفقط لا غير.